عسى شلتي فكرة الطلاق من بالك. هي ما الطلاق قرار مو فكرة، وأنا اتخذته وخلصت. أنا السفرة فيني فيني. نمشي خلنا نسافر، خلنا نستانس كلنا. أنتي طلبتي الطلاق عن قناعة، طلال وافق على الطلاق. الله يعوضك خير. شو مسوي؟ يقولون عافس الدنيا. بعد وصلك الخبر أنت بعد؟ شفيت؟ تعورتي؟ روحي حق رايلك وبنتش فشلة، خليتيهم كنتي تجابليني ما تعرفيني. منو رايلي؟ هذا أخوي مو رايلي. يعني إيش بيقول هذا حضرته؟ بيتكلم عن الحشد والتجمعات وهو إنسان فاضي ما عنده ولا شيء. أنا هذا ما بيكون رئيسي. ساعات الإنسان يحتاج يتكلم مع شخص ما يعرفه عشان ما ينحرج أو يخجل من الإنسان. أفهم. يلا الله يلا صح صح نحكي. ايش حالات الجو؟ مو مال كذي. ما رجع تشتكي لي ولا تشتكي حق البحر؟ بس اسكت اثنينكم. انا نفس البحر. على بنت يرانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت إيش تبي؟ إيش فيك؟ بس بسولف وياك. وأنا ما بيني وبينك سوالف. زين ليش معصبة؟ مو معصبة بس سالم خلاص وخر عن طريقي. ترى ماني خلق مشاكل ولا ترى والله أعلم عليك أبوي. لا لا أهدي، أنا اللي راح أقول حق أبوك كل شيء. سلام. أبوي. صد؟ ينن بلف عافية عشان تعرف أنا ما وديك أي مكان. أنت بس الله يهداك لو تطلع من جو البيت اللي أنت قاعد فيه. من طلعت تقاعد وأنت كله في البيت. أقول لك خل نروح كافيه، خل نروح مطعم، خل نروح سينما، ما تبي كله مالك خلق. خلنا نطلع نشوف الدنيا. Excuse me. سلام. لا أبد سلامتك، ماكو شيء.
ما في شيء. يمو حلو شكلي؟ تجننين يا روح امك. كياجي حلو؟ يهبل. يا ربي ابي حدي خايفه. ايش فيك؟ ابي مو في صوت شيء ينفتك خلاص. اشوف اشوف مسكي 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 مسكي. ماكو شيء زين لا تقعدين تبكين لي اختي امك يا جماعه. ما فيها شيء ما فيها شيء مستعيله على الدلع ما في شيء. بتريلك بنفتك منك خلاص. يلا زين لك الحين انزفيتي؟ اقول خلصي شغلك يلا عاد يلا انا اعلمك بعدين. خالتي شو فيها قاعد تزفني خالتي. زين لك الحين انزفيتي زين لك؟ والله زفين خلصي شغلك انا اعلمك بعدين. اي خالتي شو فيها عورتني؟ زين لك تعورينها انت حصل لك رفيجه كذي توقف معاك؟ الله يحسن. نسيت انها بنوم. يا رب بلغنا فيك ان شاء الله يا شيوم. يا روحي انت ان شاء الله ونرقص كلنا بعرسك. يلا يلا لطيح لطيح بالك يا باشا انت مسكين طرحه من الصوف مسكين نفلت مني. استانستي؟ ها؟ اكيد طالما انا وياك اكيد بستانس. يلا نمشي؟ نمشي بس ها نكررها مو اخر مره عاد. اوكي. وعلى حسابي بعد. اكيد على حسابك يعني انا بدفع. يلا قوم. يلا وي اسفة حبيبتي اسفة اصبر شوي اسفة حبيبتي ترى ماي مو وسخ يمكن ينظفك من اللي سويتي. يلا مشينا مشينا. أعلم أبوي على شنو؟ أنا شنو سويت غلط؟ هو ما قال هالكلمة لأن هو متأكد إنه ماسك عليك شيء أهلك ما يدرون عنه. عاد فكري الحين يا حلوة، شو اللي مسويته وخايفة أهلك يدرون عنه؟ أنا مو مسوية شيء، أهلي يدرون عن كل شيء. إلا شيء واحد، بس هو مو غلط. شنو هو؟ دام مو غلط ليش مو قالت لي؟ أنا أحب فهد أخو طلال أي البيبي أقصد طريقة. هو يحبك؟ إيه وايد بس شي فيد حكم اللي سواه أخو. وانتو شكوا انتي وفهد بيبي وطلال؟ شنو شكوا؟ أهلي ما راح يردوني ناسبون نفس العائلة. ترى اللي سواه طلال مو شوية سواد وي. صدق ما عندك سالفة الحين انتي وفهد شخصيتين مختلفين عن بيبي وطلال وبعدين اللي صار طلاق برضاهم وما صارت مشاكل. تحقين هذا الممسك اللي ماسكه عليه سلوم؟ زين شلون درى؟ شلون عرف؟ يعني معك بالجامعة وغير هذا ولد جيرانكم أكيد مراقبك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هذا الشيء بيفيني الحين شنو الحل معه؟ حاول تسايسينه أعطيه على جوه شوفي شنو يبي. واي متخيلة باكر برجع الكويت. ما ادري على شنو مستعيله ما ادري قاعد احد يعافد بي. شنو مستعيله خلاص لمتى بقعد وراي دوامات وراي التزامات. والله سكتي ضيم لا تذكريني بالدوام انهار عاد انا مسؤولتي قشره ومالي خلق اموت على شغلي قعدت الصبح انهار منها. زينتي لمتى بتقعدين؟ ما ادري على حجوزات بشوف بحاول اقدم سفرتي ما اقدر اقعد بدونك ملل. لحظه انت منو قالت ان انا ما راح اشوفك اذا رديت الكويت؟ أنا بقدم على أوراق النقل وأنت اللي بتخلصني إياها. حبيبتي أنا أول وحدة داوم بالوزارة عشان أخذ أوراقك وأنقلك. ما راح أخليك. إيه. ماني متخيلة إني برجع بقعد بيت أبوي. بعد شوي شوي الأمور تتغير. تعرفين هذه الأمور يعني لازم تأخذي فيها خطوة تقعدين معاهم تتكلمين. صح. لازم أقعد مع أمي وأبوي وأقنعهم. فاتحهم بالموضوع. كل شيء شوي شوي. أنتي توج بأول خطوة
الأمور بتمشي بتسلك والدنيا فيها خير لا تحاتين شيء وأنا معك. يا حبيبتي يا منى صدق الله عوضني فيك، أعطاني أخت ورفيدة. يا عمري صديقة الجديدة. حبيبتي أنت خلانا أروح أشوف ندوية سهرانة ليل الصبح مع الكرتون. على الأقل تاكل تقوم تسبح نتمشى شوي نلتقي بعدين. تذكرتيني لولو طلعت مع خالها من الصبح وللحين أنا ما أدري وينهم بقعد أنطرهم. يلا خلاص نلتقي بعدين كلنا. أوكي حبيبتي. يلا حياتي تبين شيء مني؟ سلام. حبيبتي يلا. ابو مريوم سم الله عدوك ركب الله يخليك هذا خلي اشوف ابو مشاري خلي اتاكد منه هذا عشان نخلص الموضوع ماشي هلا ابو لولو زوجتي ام مريم شايفه سناب او انستغرام ان زوجتك مسافره دبي عندك خبر زوجتي بيبي الحين زوجتك ولا طليقتك انت دام كذي ليش من الاساس تزوجت عليها حبيبتي حبيبي طليقتي نسيت جل من لا يسفي معود قم خلص روح حق مشاري خلصني ماشي توصل على شيء سلامتك الله وياك نعم شو اللي نعم؟ انت شلون مسافرة دبي بدون ما تحكين؟ ايش فيك؟ عفوا حط ببالك ان انا طلعت عند امتك، يعني مالك حق تسالني مالي حكم عليك، مالي شغل فيك انا عندي بنت، انت مسافرة معاك بنتي بنت ومرة مسافرين بروحكم، حاتي بنتي ايش فيك؟ والله ما شاء الله، من متى قمت تحاتي؟ وبعدين ما له داعي تحاتي لان انا مسافرة وياي اخوي يعني لولا مو بروحها زين مهما كان شنو يعني مسافرة مع اخوك هذه بنتي لازم ادري وين رايحه وين راده زين ما يصير ابي اشوفها شلون طيب تشك بم مسافره بالبنيه شو الحكي هذا طلال تكفى انا مو فاضيه لك لا تعكر مزاجي باي فيك معصبة؟ أخيراً حسيتوا فيني؟ أنا اللي حسين أنا وياك بروحنا هني أنت وأمي آمريني إيش بغيتي؟ أنا قلت حق أمي بطلع بلعب هي قالت بروح أشتري قهوة على ما أنا أجهز وللحينها ما جت زين شوي تي الحين؟ أقول لك صار لها ساعة ساعة؟ شنو؟ كملت ناسي تليفونها بعد انت من معلمك الحكي هذا زين الحين انا اخذك ونروح نطلع نتمشى ونستانس وناكل ونروح السينما بعد وبعدين ندور امك اوكي بس خلي بتليفونها ويك لحظه يلا لولو يلا حبيبتي امشي تاخذي اي باودياج يلا
الحين اوديك تاكلين شيء مره واحده. هلا منى. هلا هلا اخوي. هلا والله. ما شفتي بيبي؟ بلا كانت معي بالسبا خلصت. مشكله ناسيه تلفونها بالغرفه ما ادري وين هي. اي ما ادري. شلونك ماما؟ زينه؟ تينا وديك العب معي؟ تعالي. نقل عليك بنت الحلال. لا ابد ابد. تعالي. يلا. خلي خلي معي اضحتي. يلا 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 على خير. سلام. مع السلامه. ها؟ ماكو. اي يعني شو اسوي بعد؟ بس والله لو ما الواتساب ما كان ما وصلت لك. تخيل ان انا كنت قاعد اكل العيد كان اقص فيهم. صح صح. صح. هي بعد. هلا عمي ضاري. حيا الله عمي ضاري. هلا ابو جويس. شو الصدفه الحلوه؟ وانا اقول بيبي قاعده مع منو اثاري معاك؟ ها من متى هني؟ انا من امس هني وديت مرتي عند امها تعبانه شويه وباكر ان شاء الله غادي الكويت. ها زين ويانا. زين عمي ايش دراك ان احنا هني؟ بيبي كل شوي يقول على الواتساب وياي. عيل انت يا القاطع ما تدري عني؟ والله عمي كله مشغول اسمح لي. وبعدين انت والله هداكم وقتكم غير بامريكا. تنامون احنا قاعدين، واذا قعدنا انتم تردون تنامون. لا تطولها وايد اعذار ما احب كذي. خلاص يبا سامحتك خلاص ماكو شيء. زين عمي عسى بتطول بالكويت ان شاء الله. والله شكلي مشتاق لها شويه كذي فبطول بقعد هنا. ان شاء الله ان شاء الله. لو رجعت بتجيب معك مهره؟ لا بخليها عند اهلها شويه متى ما بترد ترد على كيفها. يا حلوك يا عمي حلو سوالفك. ويا بختها اللي فازت بقلبك. اي زين ايش بتسوون اليوم؟ شنو مشروعكم؟ والله احنا دام شفناك عليك عاد انت اللي بتطلعنا وتمشينا عمي. خلاص السياره عندي بس. خلاص. اي والله الموضوع عندي بس. خلاص شو تبون؟ سينما مطعم مجمع شنو تبون؟ عندنا بالكويت سينما مطعم ومجمع. وين تبون؟ بحر يعني؟ تبون يخت؟ اضبطكم زين. شو تاخرت يا سماشر؟ نعم ليش طلبت رغمي؟ شو عندك؟ ماكو يعني بنت جيراننا وزميلتي والكليه حبيت اسولف معاك وادردش. تعالي انت متى ما حضرتك؟ قول ايش عندك عشان ما اسد التليفون بويك. لحظه يبا لحظه ما خلصت كلامي. بعدين هالصوت هذا على ناس وناس. باي. لحظه لحظه ما خلصت كلامي انا. اهدي وسمعيني عدل. الكلام اللي بقوله وايد مهم انك تسمعينه. خلصني قول ايش عندك. امي قاعده تناديني. اوكي اوكي. حبيت اقول ايش دريت بسالفتك انت ويا فهد المنسق العام حق قائمتنا. وبعدين تدرين اذا الموضوع هذا وصل حق اهلك راح تصير لك سوالف. والكلام اللي راح يطلع بالكليه مو حلو بحقك. حبيت احذرك واقول لك حطي بالك على نفسك. ماشي. بس والله عبالي عندك سالفة. انت شنو يعني قاعد تهددني الحين؟ اقول انا واحدة ما يهمني احد. اوكي يلا باي. ماشي انا علمك.
بس حلوه النظاره اشتريها مره. لا سلام الله يسلمك. انت من وين مرت رايلك؟ اي رايلي رايلي راد من علاج ما مر. اي والله والهان انا حبيبتي سيارتي بالمصاب كبير عبالك مين؟ ما عنده سالفه انا ابويا كلهم ما عندهم سالفه الريايل كذي لكن خله هو يجيب السفر وما يله ويسوي قصه صح جاي والله حبيبتي انا وايد استانست معك بالسفر انا بعد واحس يبي لنا بعد طلعات لازم لازم كلميني عندي بالسناب وعندك ان شاء الله عمري ادق عليك حبيب قلبي شوفك على خير سلمي على اهل حبيبتي ان شاء الله يوصل شرفنا اخوي انا اكثر السلام ان شاء الله يلا مع السلامه باي نشوفكم على خير وين ابوي هذه المفروض ناطرنا هكا هكا هلا 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 يا هلا يا هلا حبيبي يا حبيبي ما بعد عمري هلا قلبي الحمد لله على السلامة شلونك الله يسلمك تمام الحمد لله يا بخير تفضل حيا صافي قريب انا ولا لا قريب يا ابوي حبيبي شلونك عادي بتوني قاعد اقول وين ابوي اه كان يا بيد انا قوم طيب عندك يا حالاتكم ما شاء الله بيبي وجهك شاطر ينور ما شاء الله استانستوا بالسفرة يما؟ اي والله يما استانسنا الحمد لله استانسنا صح؟ عسى عسى دوم يا رب اي كذي ابيش دوم مستانسة دوم تضحكين بصراحة انا وابوك كان ضايق خلقنا عليك ليش عاد تضايقون؟ خلاص عاد الحمد لله انا نفسيتي تعدلت الحمد لله انا مو عشانك عشان بنيتك هذه لان هي هذه ذخرك وسندك عسى الله يبلغك فيها ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا بيبي بيبي ما وريتي ابوك صور السفرة اي صح مهم ثاني شوف شوف هذا امس واو واو خوش منظر هذا هذا منو شوف هذا عمي كاشخ شوف وريني شعرالك بيبي شو طايع من يا حركات شنو هذا وي منو هذه اول مره اشوفها هذه ام منى تعرفت عليها هناك ساكنة معنا بنفس الفندق هي من الكويت ويايبة بنتها شي تونسها يا حليلها الحمد لله انكم استانستوا ها مكانكم خالي بالسفر صدق يلا ما عليه اليايات اليايات مسافر بسوا يا حليل شوف حبيبتي هذا امس واو صدق حنان زين انت الحين شو بتسوين؟ شوفي شنو طلباتها. نعم؟ شنو اشوف شنو طلباتها؟ منو هو اصلا عشان اشوف شنو طلباتها؟ هذا اللي ناقص بعد. شو بتسوين بعد ما شفتي الفيديو؟ بدوره انت تدرين هذا طاح بيدهلك بنتفونك وتدرين ان خالتي ما فيها حل. حبيبتي دير بالك هذا شكله وايد حقير. ما ادري هو راح يكلمني وبيقول لي شنو يبي. ما ادري ما ادري ما ادري بشوف بعدين شنو اسوي معه. منو؟ انا محمد. قومي ساعه شافك اكيد بيسلم عليك. قومي قومي شوفي ايش يبي. اوكي هاجر شلونك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هذه لك. مشكور وايد. ان شاء الله تعجبك بس. مشكور وما تقصر. امي تقول ترى طاح العشاء حياكم. عاد حلي عانا. يلا بدور. بالعافيه عليكم انا كلت كاكاو وانسدت نفسي. روحوا كلوا. كيفك؟ يلا مشينا؟ يلا حياك. Thank you.
اي والله يا ابو محمد مثل ما قلت لك الناس هناك غير، كل واحد مركز بشغله وشلون يطلع فلوسه، ما حد له شغل بحد. والله احسن لهم. اي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي شنو ما عرفتها؟ لا. هذه هجور بنت خالتي. ما شاء الله تبارك الله. خبر فيها مريول المدرسة. ويا خبرك عتيج، بسم الله عليها كبرت وتدرس بالجامعة وقريب التخرج. ما شاء الله العمر يمشي والله. أم الله يهداك، الحين أنا يوم فكرت أسوي دايت، سويتي عيش؟ يما شو أسوي؟ عمك تو جاي من السفر وأكيد مشتاق حق الأكل الكويتي والمشابيس. صدقين عاد محمد، ماكو أحلى من الكويت والأكل الكويتي. ودي اكل عيش ليل نهار. اكل مني للسنه الجايه لين تشبع وتمل. بعدين يا يمه ما تبي تاكل عيش؟ اكل مشويات، هاي مشويات قدامك ان شاء الله. واذا ما تبي مشويات اروح اجيب لك لبنه وخيار. لا 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 خليها المشويات احسن. بدور وينها؟ ليش ما نزلت وياكم؟ تقول ما تبي تاكل. هو هالبنيه هذه صايره دق العود، خلاص ذبحت نفسها ما قاعده تاكل. اكله واكله واكله ولا يبرد الاكل. عمي تبي اجيب لك؟ ناول من هذه القفشه ان شاء الله. خذوا لي صحنك. يما. هاي يما. عادي نام غرفتي جديده؟ لا مو عادي، انا وياك بننام هني اليوم. ليش؟ خلاص قلت لك انا وياك بننام هني. بس يما لولو خلاص عاد تونا راديين من المطار وتعابه، فكينا من حنتك بليز. اوف كان زين قاعدين عند ابوي، كان قاعد انا بغرفتي على راحتي. زين يلا قومي بدلي هدومك لبسي بجامتك وغسلي اسنانك عشان ننام. منو؟ أنا بدور. تعالي. هلا. شفيك في شيء؟ محمد ما أدري شفيني فجأة اشتهيت شيء سويت توديني. أي سويت يبا الحزي بسكروا العالم راح بيوتهم. عافية حمود مو قادرة أنام واشتهيت سويت. الله ابتلشنا. يلا يلا روحي روحي بدلي روحي انطرش تحت أنا يلا. الحمد لله خلصنا أوراقك بسرعة. الحين بتجاب 24 ساعة لا تملي مني. وليش أمل منك؟ أصلا أنا ما أمل. شوى بس الحمد لله الحين خليك متفائله وخلي طاقتك كلها ايجابيه. انا اللي عليه سويته الباقي عليك. لا تحاتين انا قاعده احاول اقلم نفسي ان انا اصير ايجابيه ان شاء الله. شفتي اقبال الحمد لله انها عرفتني وعرفتك. الدنيا صغيره الكويت هالكبير من صدقك. اي والله لو ما هي كان ما خلصنا اوراقنا. اي والله الحمد لله ساعدتنا. بس انا ابيك دائما تكوني متفائله، يعني خلي طاقتك ايجابيه في كل شيء. بس انا متفائله طفحت تفاؤل. بس ابي اطفح اكل يعانى امشي اعزمك فتحي السياره. اي صح لحظه وين السياره اعزمك. راح ادفع اخر مره لك.
حلفي شنو؟ فتحي الباب كذاب هو شي العزيمة انت راح تدفعين ما حد خلاص انا ادفع يلا ما يسوى اي كان هذه تفاعلك ما ادري ايش دراني سيت بيلت اي يلا مفيكة سيت بيلت بعد ايه عشان يزعجني ما نخلك بس اليوم بس اليوم اليوم بس مو ححبي بسم الله توكلنا على الله يلا ايش دعوة ما أثر فيك الفيديو انت ايش تبي الموضوع جدا بسيط ابو الشباب اللي تكلمينه فهيد مغيره يتنازل عن رئاسه القائمه عشان اصير انا الرئيس عفوا بس انا شكو بهالموضوع هذا انا شكو شوف عاد اذا ما وخرت عن طريقي وقسما بالله راح اروح بيتكم واقول حق امك كل شيء اي عادي حياك اصلا بغيتي تروحين البيت راح تشوفين امي قاعده تتريق شاي وحليب ودرابيل بس بشرط نقول لها عن بنت جيراننا الحلوة إنها تعرف واحد من وراء أهلها وأهلها مساكين ما أعطينها الثقة التامة ما يدرون إن بنتهم تلعب من وراهم صدق أنت ما تستحي على وجهك شوف يا عاد مسألة إنك تطلعين من الموضوع ما راح تطلعين أنا ما صدقت على الله ألقى هالفرصة قولي حق فهيد خلي يتنازل عن رئاسة القائمة ولك مني أطلع من حياتك مرة واحدة ماشي أنا ابنك